وينك؟ ويني؟ هذا السؤال يليق بي تماما. رح تكتب لها ويني؟ وش اخبارك؟ يا مغرب على ديارك. الله يسلم علي بعينك. ان كان دخلك بدينا كل اللي بينك وبينك زعل. مره بسلام. اقول لك وينك؟ ما الك عنوان. يصدق ولا احلف لك؟ جزت بالتامي وصلنا. نعيم البر في وصلك. وانت كريم من اصلك. امشي بشوق. احكي بشوق. واسكت بشوق. تاي مخايل رسمك. المعلق الرياضي القدير استاذ يحيى اليامي، حياك الله معنا في برنامج وينك. الله يبقيك ويسلمك ان شاء الله. نورتنا يا ابو بدر. ايش اقول، انت النور كله يعني وفي برنامجكم. نورنا طلتك الحلوه الجميله. الله يبارك فيك يخليك. اسعدتنا اليوم من جمال عيونك. اسعدتنا والله اليوم. الله يسعدك في ظهورك معنا في برنامج وينك. وخلنا نقول لك اول اسئلتنا، وينك؟ حقول موجود على ثرى هذه الارض الطيبه، أتنقل بين مدنها وقراها لأشتم بيئة يعني عبقها وجمالها وطبيعتها الجميلة. في ظل هذا الأمن والأمان اللي تعيشه المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولله الحمد ننعم بكل الخيرات في هذا البلد الخير المعطى. الحمد لله. وتجربة يحيى اليامي كمعلق رياضي وصحافي وأيضا لك مشاركات اجتماعية وفنية في الطائف من خلال المؤسسات الاجتماعية، فاليوم إن شاء الله نحاول نأخذ يعني نمر على كل هذه التجارب إن شاء الله، نقدم ما يرضي المتابعين والمشاهدين ونعرف أكثر عن يحيى اليامي، طفولة، ولادته، الولادة عام كم؟ أنا ما ودي أعلم لكن لا أنا بيك تعلم ما شاء الله شباب لسه طبعا الولادة في الطائف والنشأة والتربية والدراسة حتى كملت الثانوية دار التوحيد، ثم انتقلت لمكة كلية الشريعة، صارت فيما بعد جامعة الملك عبد العزيز، ثم أصبحت جامعة أم القرى كدراسة. بس الطفولة وذكريات كلها في مدينة الطائف. طبعا مدرسة من المدرسة الشرقية في حارة الشرقية أحد أحياء الطائف، ثم انتقلنا طبعا للمتوسطة في دار التوحيد، متوسط دار التوحيد وثانويات دار التوحيد. طبعا هي كانت المدرسة هذه أسست بتوجيه من جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وكانت مدرسة يعني أغلى موادها العربية والدين كانت فيها قوية يعني، لكن تتصور أنه ندرس في هذه المدرسة ألفية بن مالك، وكنا يوم من الأيام نحفظها، لكن مع العمر والسن الأسرة والوالد من بدر الجنوب؟ من بدر الجنوب الوالد، لكن الوالدة من تربة البقوم جنب الطائف، لأنه كان يشتغل في الخيالة مع الملك عبد العزيز، وكان لهم مركز في تربة، وخطب من هناك وتزوج من هناك والحمد لله. طبعا الله هناك حب هناك وتزوج يمكن لكن الله يرحمها طبعا توفت. والوالد موجود يعني في الطائف ما شاء الله. الله يحفظه. كم عمره الآن؟ والله يمكن تجاوز 105 سنة. الله يمتع بالصحة والعافية يعني. حدثني أكثر عن والدك أبو بدر. حدثك عن مدرسة، ما يعني رغم أنه ذيك الأيام بالنسبة لهم يعني مهم متعلمين، لكنه مدرسة تعلمنا على يده الشيء الكثير يعني. هو كان عسكري، فمؤثر العسكرية طبعا في حياته بشكل عام وفي انضباطه، وانعكس هذا علينا بالتالي وصلنا احنا منضبطين يعني. لكن تتصور أنه المغرب مثلا نكون موجودين في بيوتنا ما نغيب، حتى لو نلعب سوي ملعب قدام البيت، كانت المساحات متوفرة، ونلعب قدام الباب الكورة والهذا. كان حريص علينا على أداء الصلوات في المسجد وعدم التأخر، ومن الصبح صحينا. كان كريم مع الناس اللي يجونا وضيوفنا،
فتعلمنا منه أشياء كثيرة جدا. طبعا هو من العسكريين القدامى ومن أولئك الذين شاركوا في حرب فلسطين عام 48 يعني، وكان له ذكريات كثيرة في حرب فلسطين حتى عاد إلى المملكة طبعا ورجع كمل شغل إلى أن تقاعد. وش ذكريات في حرب فلسطين؟ هل روى لكم شيء؟ والله كثير روايات، ويؤسفنا أن ما يعني وثقناها، يعني أقول لك لم نوثقها، يعني في أسماء كان يعرفها في مواقف صارت عليهم. يعني هو واحد من المواقف اللي كان يحدثنا عنها أنه كان في مستودع ذخيرة لليهود، وكان يطلق عليه واقف على الباب عسكري كان يطلق عليه النار، هو يتأكد متأكد يقول كما يروي لنا أنه يصيبه لكنه ما طاح الرجل ذا اللي في الباب اليهودي، فاضطر يلف من خلف الباب ويركب الحربة في البندقية ويدخل في الرجل هذا بالحربة طلع دمية، لكن الغرفة كانت مليئة بالأسلحة، استفاد يعني استفادوا منها، أخذوها واستثمروها في محاربة الإسرائيليين. هل ذكر مواقف أخرى أو روايات أخرى؟ كثير، لكن يمكن أنا ماني محضر لها ذكرها يعني. لكن مهم توثيقها، يعني توثيق هذه التجربة أنه أحد العسكريين السعوديين. أنا أوصيت أحد أخواني أنه يهتم بهذا الجانب لأنهم قريبين منه في الطائف، أنا أعتبر أنه في جدة، وتعرف الأزمة الوباء هذا أبعدتنا شوي، يعني حتى لما نروح نزوره عن بعد خوفا عليه، أو خوفا أن ننقل إحنا المرض له يعني في هذه المرحلة من الله يحفظه ويقومه بالسلامة إن شاء الله. آمين الله يسلمك. أبو بدر، طفولتك كيف كانت؟ هل كان فيها شقاوة؟ هل كان فيها؟ والله الشقاوة لا بد منها، يعني في بداياتنا لا بد من الشقاوة. صح كنا أشقياء، كنا في الحارة لنا صولات وجولات، لكن يعني لو أرفع الغطرة تشوف كم فقشة فيه. لكن مع يعني مع التعليم ومع التوجيه الوالدين بدأ الواحد يركز، كل ما كبر تعرف يبدأ يركز ويعود لحياته الطبيعية. اللي وش كانت ميولك وانت طفل؟ يعني هل كنت ترى نفسك معلق رياضي؟ هل كنت ترى نفسك شيء آخر؟ لا أبدا، ولا كنت أفكر في التعليق. أنا من المتوسطة صرت أكتب مواضيع وأرسلها لجريدة البلاد وقتها أيام رئاسة الأستاذ عبد الغني قستي، واتجهت للصحافة، يعني هي البداية الصحافة، صرت أهتم بهذا الجانب. هذا في المرحلة المتوسطة. في المتوسطة أيه. الولادة عام كم عفوا؟ هنا عام كم ما قلت لنا؟ عام 72 هجري. أيه. عشان كذا هنكبر أنفسنا. لا بس حتى أعرف عن أي مرحلة نتحدث. فكنت راسل جريدة البلاد. أيه. واعتمدوني مندوب لهم. أيه. وصرت أنزل لهم الأخبار، طبعا تعرف ذيك الأيام يا بالتليفون يا بالبريد ظرف وترسل عن طريق السيارات اللي تنزل مكة جدة عن طريقها، ما في لا كمبيوتر كان ولا فاكسات يعني. وش كنت تكتب؟ وش كانت أخبار المنطقة يعني. كنت أهتم بهذا الجانب، أخبار المنطقة. طبعا كانت الرواية الرئيسية الكشافة، كنت كشاف هي الأساس يعني الكشافة. وأول يعني مادة نشرت لك كيف كان شعورك؟ الله لو طبعا حافظها الآن، هي يمكن الوحيدة أو معها كم موضوع حافظهم، أنه انضم على الأقل انضم إلى أسرة التحرير فلان الفلاني، كأني جايب راس كليب يعني. فرحان وسعيد جدا، ووريها أقربائي ووريها زملائي ووريها، ولا نزل الجريدة اشتري مو نسخة ولا ثنتين ولا ثلاث، اشتري كمية ووزعها عليهم عشان يشوف، رغم انه الخبر يمكن 3 سنتي بس المهم انه سوينا يعني انجزت، سويت انجاز. هنا الوالدة ذكرياتك معها ايش كانت؟ ايش ذكريات جميلة الله يرحمها ويغفر لها. طبعا هي ايش اقول الدينامو المحرك لنا كلنا، يعني على اعتبار انه الوالد في العمل ويجي أحيانا متأخر، وهذا فيها
ذكرياتها لا يعني لا تقف عند حد يعني. تهتم فينا، تتابعنا حتى التأخر ما تسمح لنا نتأخر، فكنا نحترم يعني رغبتها في كل الأمور يعني. وطيب التخرج متى صار من الثانوي؟ اتجهت الدراسة الجامعية؟ التخرج صار أظن عام 90 هجري. أي. تخرجت من الثانوية واتجهت لمكة جامعة كلية الشريعة كان وقتها. بعدها بعد التخرج؟ بعد التخرج تعينت معلم في الطائف. بس بحكم أني في النشاط اشتغلت فترة في التدريس ونقلوني للنشاط المدرسي، واستمريت في النشاط حتى انتقلت. طبعا صرت مدير علاقات عامة وإعلام في ورئيس قسم الصلاة في الطائف، إلين انتقلت لجدة مدير الإعلام، مدير العلاقات العامة في تعليم جدة. في التعليم؟ أي. في هذه الفترة أبو بدر كان لك نشاط في جمعية الثقافة والفنون، وأيضا تأسيس المسرح في الطائف، وانت شاب يعني في بدايات عملك. احنا عملنا في نادي عكاظ، صرت عضو مجلس إدارة في نادي عكاظ وأمين صندوق في فترة الأمير بندر بن فيصل. هذا العمل يعني اتجهت يعني ركزت على النشاط الثقافي، وكوننا مسرح في النادي وبدأنا نعمل ونقدم عروض مسرحية. واحدة من المسرحيات اللي قدمت في النادي في تلك الفترة أنا كاتبها. أي. فذيك الأيام يعني، لكن لو تقول لي الآن اكتبها اختلف الفكر واختلف. إيش كان الفكر أو كانت متأثر فيه؟ كانت عن دعوة أب على ابنه، والدعوة خلته تتجه للمخدرات يعني في هذا الإطار تقريبا. تقليدية تعتبر في ذاك الوقت يعني، لكن يعتبر أنه سوينا عمل يعني. جمعية الثقافة والفنون، جمعية الثقافة أنا أعتبر أحد مؤسسي الجمعية في الطائف، مو أعتبر بل أحد مؤسسيها. كنت أجتمع أنا والأخ طلال طائفي مع اللجنة اللي جاتنا من جدة، المرحوم سراج عمر والمرحوم محمد رجب، لتكوين الجمعية. واقترحنا أسماء إضافية يعني، محمد طلعت شاعر غنائي معروف على أساس يصير هو رئيس الجمعية، أو عبد الله مرشدي طبعا الله يرحمهم الاثنين. محمد طلعت اعتذر واقنعنا عبد الله مرشدي، كان وقتها هو رئيس نادي وج يعني منافس لنا في عكاظ. يعني احنا في عكاظ كوننا حتى فرقة موسيقية بقيادة طلال طائفي زميلنا طلال طائفي، فأنشأنا الجمعية واستأجرنا مبنى. طبعا بعد تقرير راح من سراج عمر ومحمد رجب الله يرحمهم للأستاذ محمد الشدي، طبعا فترة كانت جميلة مع الأستاذ محمد الشدي عندما كان رئيس مجلس إدارة الجمعية يعني، واستأجرنا منزل وجبنا لنا طربيزة مكتب أي كلام وفرشة صغيرة، وصرنا نداوم عليها إلين تجي الميزانيات. شوي شوي الحمد لله بدأنا ننشط وبدأ يجينا الدعم، هو الدعم اللي كان يخلينا نتحرك. قدمنا كثير من الأعمال، بل أن قدمنا يعني من خلال الجمعية فرقة مسرح هي الوحيدة الآن على مستوى المملكة يعني معروفة ولها أعمال مسرحية ومثلت المملكة خارجيا كثير مرات. أيضا كان عندنا فرقة موسيقية جميلة في الطائف برئاسة زميلنا الله يرحمه كمان يوسف محمد، وشاركت أيضا في مناسبات خارجية باسم المملكة يعني. جميل. يعني في نشاط كان غير المحاضرات والندوات الفنون التشكيلية يعني، صار لنا صيت وصلنا حركة شوي في المجال هذا في الطائف. كان لك تجارب أخرى صحفية ولا مستمر؟ أنا في كل هذا وأنا مستمر مع الصحافة. حولت للجانب الرياضة على اعتبار أنا دخلت النادي قبله، أنا كنت أكتب عن الرياضة واستمريت في الإعلام الرياضي. انتقلت للمدينة. جريت المدينة لأنه كان الأجر أفضل من أكثر. أكثر أفضل حتى لو بفرق ريال الليل. إحنا ندور الموارد. أنت لسه هنا ما بعد تزوجت ولا؟ لا أنا تزوجت. متزوج وقتها. أنا تزوجت بعد ما تخرجت. يعني بعد بسنتين تقريبا. عام 96 هجري.
وبعدها طبعا يعني ما انسى بصراحه، ما انسى فضل زوجتي ودعمها لي في كل اللي انا سويته واللي انا وصلت له. يعني كانت تقف معي بقوه في كل امور، يعني متفهمه لمجال الاعلام والتنقل وسفرك كنت اسافر مباريات في الشرقيه واسافر برا واجي، يعني الشهر اسافر فيه سفرتين ثلاث، لكنها قويه سند لك، سند وقوة لي يعني بصريح العبارة، يعني ولا زالت يعني لا اي لا تجعلها الحين بعد تقول لا ما بالعكس يعني هي الداعم الرئيسي لي في كل اموري. الله يخليها لك يا رب. امين الله يسمعك. طيب اذا انتقلت، كان في زيادة في الراتب وانتقلت للمدينة، ايش القضايا او اللقاءات اللي عملتها الاشياء اللي والله لازال. شوف في ذيك الفترة كان مجلس الوزراء يجي الطائف، يعني المجلس كله كان في مجمع للوزراء، وكثير من القضايا طرحناها وكثير من الأخبار، يعني كنا أخبار مختلفة مو شرط يعني رياضة، كل شيء يعني كنا حتى أنه حتى الأمير سلطان غفر الله له، الأمير سلطان بن عبد العزيز كان مكتبه في قصر شبرا، كنا نتصيد خروج عشان نسوي معاه تصاريح ولقاءات في بعض القضايا اللي كانت تمس العالم يعني في فترته، وكان متجاوب جدا ويعطينا كل ما نريد. كذلك الأمير نايف نروح له في مكتبه في مجمع الإدارات ناخذ منه تصاريح بعد اجتماع الإعلام، لأنه هو كان رئيس لجنة الإعلام، كان يعطينا تصاريح ويعطينا معلومات، يعني خلينا نقول يحتفون بنا، يعني ما هو يدس عنك الخبر ولا يدس عنك المعلومة ولا كانوا يعطونا كل شيء. طبعا الطائف شهدت مؤتمرات ولقاءات وكنا نساهم فيها يعني نغطيها، منها المؤتمر اللبناني اللي سوى الصلح في الطائف كان غطيته غطيناه في غيره، يعني في كثير مؤتمرات. فكانت أيام يعني مليئة بالأحداث الصحفية. كان الطائف الطائف كان في الصيف خلية نحل ستة شهور خلية، ليش؟ لأنه إذا جت الحكومة للطائف اشتغلت. طيب وأنت هنا كملت في الصحافة ولا إيش سويت؟ كملت ما وقفت الصحافة كلها أبداً طول حياتي، ما وقفت إلا قريب يعني قبل لما قرب تقاعدي من الحكومي رحت رجعت الصحافة بشكل أكبر. لا تقاعدت بشكل أكثر لأنه الآن تقريبا تركت كل المجالات ومريح كل شيء تركت كل شيء تقريبا يعني ومريح زي ما يقولوا ما شاء الله. يعني وش أكثر مجال حبيته؟ الصحافة طبعا. الصحافة والتعليق هي أنا خليني أكون صادق معك، بالذات الصحافة والتعليق عرفتني على العالم، لأنه كانت الجريدة تنتدبني لمرافقة المنتخبات خارجيا قبل التعليق، وجاء التعليق صار إضافة، صرت أروح مع التعليق أغطي للجريدة، وإذا رحت من الجريدة أساهم. طيب هذه خلني نجيها بعد الفاصل بتوسع أكثر، نتحدث عنها بعد الفاصل. أستاذ يحيى اليامي نكمل حوارنا، ويعني الدخول للتعليق الرياضي يمكن كان بنفس مسار الصحافة الرياضية اللي أنت كنت تعمل عليها، فهنا بدأ اسم يمكن يحيى اليامي يبرز أكثر فنبغى نعرف قصة الدخول للمجال الرياضي كيف صارت، أو التعليق الرياضي. هذه لها قصة طبعا. أنا كنت على اعتبار أني إعلامي أرأس كثير من اللجان الإعلامية، وانا كنت يعني في الفتره دي حتى في لجنه التنشيط السياحي كنت رئيس اللجنه الاعلاميه، وكانت دوره المصيف في الطائف وكنت رئيس اللجنه الاعلاميه في الدوره، وكنت وقتها اوزع الاوراق حقت الاسماء اللعيب الفرق، كان نهائي الاهلي والاتحاد زي مباراه بكره ايوه اوزع عليهم الاوراق اسماء الفريقين، فوجئت بمحمد بن نمشان الله يرحمه مدير مكتب رعاية الشباب يطلب مني هو والدهام أن يعني أنزل أعلق على المباراة. أعلق مباراة، قلت له أنا أشتخلني في المباراة أعلق أنا رجال
اكتب ايه سولي فيه لكني اعلق مباراة. قالوا الرمضان ما جاء هو الاستاذ محمد تأخر. عم كم هالكلام تذكر؟ لا والله للأسف الذاكرة شاخت. 1400 يمكن وستة سبعة. لا قبلها ستة يمكن خمسة. يعني هذا الحدود. لأنه اعتمدت بعدها على نزلت. طبعا أنا ما أعرف التعليق، لا أعرف كيف أتعامل مع الكاميرا، ولا أعرف كيف أتعامل مع المونيتور، ولا أعرف. أول مرة أعلق ولا أجلس، حتى ما معلق ما قد جلست. علقت المباراة كانت منقولة على الهواء، شو فألغوا نقلها على الهواء وسجلوها، خافوا هي سجلوها تسجيل. هذه الهلال والأهلي والاتحاد. لكن نهاية. الجميل فيها أنه بعد نهاية المباراة على طول أذعوها، يعني ما أخذت وقت، أذيعت على طول. فطبعا من قدي طلعت التلفزيون وفي مباراة مهمة، نهائي وكاس وبطولة. طبعا فاز يومتها الاتحاد 3-2 واخذ الكاس على الأهلي. يعني بعدها المنتخب كان معسكر في الطائف أيام علي داود مدير المنتخب، لعب 7 مباريات المنتخب ودية مع فرق أوروبية أجنبية يعني بالكامل. فطلبوا مني أو جاني برقية تعمدني أنه أنا أعلق على المباريات. برقية من مين؟ من رئيس لجنة المعلقين حينها الأستاذ زاهد قدسي. ايه؟ علقت 6-7 مباريات هذيك. بعدها بأسبوع أظن جاني اعتماد كمعلق رياضي من الأمير فيصل بن فهد رحمه الله. ومنها انطلقنا يعني في التعليق الرياضي. طبعا انا اختلف عن الاخرين لانه مدرسه التعليق مدارس مدرستين، اوروبيه وامريكا الجنوبيه. الاوروبيه تعتمد على الهدوء، وامريكا الجنوبيه على الصراخ والصياح اللي هو اللي هو عندنا يعني. طبعا حاولنا في الفتره ذيك انه يصير عندنا يعني طالما في مدرستين نسوي مدرسه عربيه يعني. واجتهد فيها المرحوم زاهد قدسي كثيرا في التوجيه والتعليم والدورات. انت تعرف ان الدورات متى توفى له؟ كم؟ 17 الله يرحمه. الى يومك لم تقام اي دوره المعلقي. ايامه كان كل سنه دوره او ثنتين في اي بلد عربي. طبعا كان نصيب تونس الاكثر في الدورات المعلقي. والآن قلت طبعا الدورات، قلت التوجيه. كانوا يتصلوا بك وانت على الهواء حتى لو من المنصة، يعني ما في جوالات فترة، على المنصة يبلغ اللي موجود المسؤول، يبلغك بكلام وتوجيهات أو تعليمات تنفذها وتقولها في تعليمات أو توجيهات. زي إيش؟ مثل إيش؟ والله كثير يعني. إما أن يكون في مناسبة، يعني يوم مثلا الشجرة، يوم هذا يطالبونك تشير لها، وأما يكون أنت خرجت عن النص فيوجهوك أنك أرجع للجادة يعني. انتبه يعني لا لذلك كان يسمعونه ويدققون في كل شيء، كل شيء محسوب عليك كان. لكن تتصور أنه الأمير فيصل بن فهد رحمه الله يجتمع معنا ويقول، يعني مين يقول لك هذا الكلام؟ يقول أنتم هتنقدوني مع أعمامي، كل ما جاء شيء تقولوا فيصل فهد فيصل فهد المنشآت والأمور. أنا ما أسوي شيء لو ما أعمامي، فلذلك لا تجيبوا اللي يصير. من يقول لك هذا الكلام؟ يعني ينسب الفضل لأهله. مدرسة ذاك الرجل رحمه الله، مدرسة في كل شيء. أعلق في الأردن عن طريق اتحاد الإذاعات العربية للسعودية، يتصل على المنصة ينادوني أجي أكلمه. في ناس كانوا يتكلموا، كانت الميكروفونات شوف مفتوحة بين الشوطين في اتحاد الإذاعات العربية، ما يقفل الصوت مفتوح، يكل تسمع يسجل أي كلام عندي يمر ولا يروح ويطلع الهواء. فكانوا ناس يسولفون يقولوا كلام، فينبهني على الناس اللي تتكلم أنه يبعدوا، وكلم المخرج يوطي الصوت.
كمتابعة هو بنفسه يعني مو واحد شخص آخر، رغم أنه ممكن يقوم بالعمل أي شخص آخر. طبعا لا ننسى كمان في التعليق زاهد متابعته مدرسة، مو أستاذي أنا، هذا أبو المعلقين كله زاهد كرسي، وإن كان الجيل الحالي خرج عن عن المألوف عن النص بالرفعة الصوت الصراخ. أنت ما تحبها هذه؟ لا ما أحبها مرة، ما للزوم يعني. في مواقع شوف لازم يكون فيه تدرج صوتي زي الصلفيج الغنائي، تدرج صوتي مع الهجمة مع اللعبة مع، لكنه كله صراخ. طيب وكيف أفرض أنه بعضهم ينبح صوته ما تقدر يكمل لك يعني، يؤدي المباراة على نغمة واحدة. التعليق الحالي المعلقين الحاليين كله صراخ ترى، انت صراخ ومدح، مدح للعيبة، بعضهم ما يستحق انك تمدح يعني لا امدح ما نقول لك، بس لا تبالغ في مدح اللاعب لانه بكرة حينعكس عليه سلبا هذا المدح. انت كان يأخذ عليك صوتك هادي جدا، هادي صح؟ ايه هادي، وحتى يمكن لك موقف مع احد المخرجين حول هذا الامر، الأستاذ طارق ريري. هذا الأستاذ طارق إيه، مباراة في الطائف في تصفيات، برضو تصفيات خليج يعني أو دورة مصيف، لا تصفيات خليج والله. كنت أعلق مباراة وجاني وقال لي صوتك، طبعا هو استفزني في البداية الله يذكره بالخير، ما أدري هو حي ولا ميت. إيه شباب أحمد عارف أنا مين ما أدريش، طبعا أنا عارفه بس قلت له لا ماني عارف. ايش المشكله؟ قال لي الصوت حقك مدري قرب على الميكروفون او شيء. قلت والله الصوت مو شغلي، عندك مهندس صوت هو يجي يزبط الصوت وياخذ الصوت بالزاويه اللي هو يبغاها. طبعا نزل زعلان مني، لكنه بعد المباراه التقينا واعتذر ويمكن انا كمان حاولت انفذ كلامه واصحح بعض الاخطاء اللي كان يقول لي عليها. متى خرجت عن النص؟ تقول احيانا المذيع يخرج عن النص او هو شوف يخرج عن النص إذا ترك المباراة وراح لشيء آخر. بعدين يعني المذيع أو المعلق يجب أن يعرف أنه أنت تنقل حدث يشوف، أنت تشوفه والأخ يشوفه يعني يشوف الحدث، يعني ما يحتاج أنك تبالغ فيه أو تصفه بأوصاف غير اللي هم الناس تشوفه. يعني لازم تكون حذر. يجب أيضا أن تعطي المشاهد مساحة، هو يقيم الموقف برأيه وبتصوره. فإحنا ما نسر التاريخ ونسر الجغرافيا ونسر، كانت ممنوع هذا الكلام عندنا أيام. في منع كان عليك؟ كان منع، ما تقول التاريخ ما له علاقة في الكون، أنت أنقل الحدث اللي أمامك للناس، لا تتحدث بتاريخ ولا شيء. وأعطي كمان يعني أعطي المشاهد والمتابع مساحة هو يحلل الموقف، مو أنت اللي تملي عليه كل شيء أو تقول له كل شيء. أنا قلت لك هذيك الأيام جاءت تعليمات، من كثر التعليمات الواحد يجي عند المباراة يحط يد على يد إلين تنتهي ويطلع من الأذى ما علق ولا قال لك، من كثر التعليمات والتوجيهات يعني. طبعا التوجيهات والتعليمات أكثر من شخص يعني، ما أنسى أنا دكتور صالح بن ناصر ومتابعته منصور الخضيري ومتابعته خالد الحسين ومتابعته، يعني هذول ما ننساهم يعني، بالإضافة إلى زاهد كرئيس لجنة معلقين. يعني هذه اللجنة ضاعت من يوم راح زاهد، وينها؟ ليش ما تقام اللجنة وتنشأ من جديد وتكون لها أعضاء ويتابعوا المعلقين ويسووا لهم دورات ويسووا لهم برامج؟ وغلب الطابع اللي غلب على المباريات الآن التعليق من الاستديو، ما عادوا من الميدان. كانت رعاية الشباب تصرف علينا سكن وإعاشة وتذاكر عشان ننقل مباريات من المدن والمناطق. كنتوا تعلقون أحيانا على المضمار؟ تكون أول ما بدأنا على المضمار. طبعا متعب المضمار لأنك تشوف الرجول بس يعني متعب. لكنه الحمد لله مع النهضة اللي شهدتها المملكة والملاعب الكبيرة هذه، خلاص تكلت الغرف التعليق تشوف المباراة كأنك تتفرج على الشاشة قدامك يعني. يبين أحيانا الميول على المعلق أو يظهر؟ يبان أكيد يبان، يعني حتى لو حاول لا بد أن يبان، لكنه يعني ما يطغى على التعليق، لأنه زي ما اللاعب يبغى ينجح والمدرب يبغى ينجح والحكم يبغى ينجح، حتى المعلق يبغى ينجح حتى المعلق. لكن الميول هذه أحيانا تكون ضرر على المعلق، يعني إذا عرفوا ميولك
حاكموك يعني؟ ايوه مو حاكموك بس اخرجوك عن الطريق قال حصلت لك؟ لا الحمد لله انا علاقتي جيده مع الجميع بدون استثناء. فانا حتى اني رحت انا يعني كاسين اسيا جابها الهلال وانا معاهم مره صحفي ومره معلق. رحت معاهم في قطر طبعا كنت صحفي والحمد لله جاني ثناء منهم صحفي لأي جريدة؟ المدينة برضه. المدينة. والثاني كان في كوريا معلق رايح أعلق المباراة النهائي ولكنه للأسف الصوت لما بدأنا نسوي التست الصوت يسبق المباراة بأكثر من دقيقة. حاولوا عن طريق باريس حاولوا من هناك الأخوان في التلفزيون حاولنا ما قدرنا ما قدر يضبط الصوت يجي مع الحدث يعني. فاضطريت انا اترك التعليق وناصر الاحمد الله يذكره بالخير يعلق من الرياض من الاستديو. ميولك وش هي اذا؟ ميولي معروفه يعني ما بجيب انا اتحادي. اتحادي. اي هذه ما 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 اخبيها يعني. ويمكن هذه الميول اثرت علي اقول لك يعني صار التعامل معي من البعض مو الكل اختلف يعني شوي عن اول عن السابق بس. ليش اختلف من اي ناحيه؟ البقيه شوف في ناس واعيه وفاهمه وعارفه ما بداخلي يعني يعرفوني مثلا ميول اتحادي لكنهم يحترمونا. الامير محمد العبد الله الله يرحمه كان يقول لي اعرف انك يعني نعرف انك اتحادي لكننا نحبك. وهذه شهاده اعتبرها تاج على راسي منه الله يرحمه. اصعب موقف او من مواقف اللي حصلت لك لا يمكن تنساها في تعليق الرياضي؟ والله ما هو موقف هي قلة خبرة يمكن تقوم من هذه المباراة اللي قلنا عليها البداية الأولى. كانوا العسكر يوقفون على الشريط على جنب الملعب وأنا أعلق المونيتور قدامي طبعا قلت لك ما أعرف المونيتور إيش هو أبغى أشوف الملعب وأشوف اللاعبين ما قدرت أشوف من العسكر اضطريت أقوم أزحف العسكر وأرجع أكمل المباراة عشان تشوف الملعب عشان أشوف الملعب لأنك تشوف الملعب المونيتور يعطيك جزء لكن تشوف الملعب تشوفه مساحة أكبر يعني. في تعليق لك أيضا لما قلت تصطدم الكرة بال او العمود او ايوه طبعا هذه كانت مباراه في المنطقه الشرقيه في الدمام كنت اروح الدمام كثير على اعتبار ما في الدمام الا محمد البكر وكانوا الاخوين الثانيين ما عادوا يعني ما عاد يعتمدوا عليهم في التعليق ويرسلوني انا لعده اعتبارات انه ولدي هناك شغال ويعني انه اقدر اروح وارجع فعلق المباراة ضربت في القائم ولا عرفت أقول القائم وقتها هي لا يجي في الماسورة طبعا أنت نبهت بعد ما قلته قاعد تضحك بس مش سيء خلاص فات يعني الكلمة لا طلعت ما ترجع مشيت المباراة. في حدث ثاني صار في التصفيات اللي صارت في الشرقية مع بوتان منتخب حقنا الأول في الليل محضر كاتب العملة حقت البلد اللي بيلعب مع منتخبنا وعلق على المباراة وعملتهم هاي تطلع من فمي أبغى عملة بس وأغير على جانب ثاني وكمل المباراة يعني. وش ردد الفعل على الماسورة يوم كلموك ثاني يوم؟ طبعا في تندر يعني في ناس يتندرون به أخذينا زي النكتة علي يعني ما أخذ علي لكنه الحمد لله عدت يعني راح. وش أصعب موقف علقته أو هدف استمتعت فيه؟ لا هي موقف كنت أنقل مباراة هي حدثين يعني مباراتين مختلفتين إصابة عيسى المحياني بالرباط أو بلع اللسان في الملعب وإصابة كسر أحمد جميل كمان يعني. لا وفيه سويد سالم يعني تكون انت تتكلم عن اللاعب وتشيد بأداء وفجأة يقع في الأرض يا مكسور يا كسر مضاعف يا بلع اللسان هي أصعب شيء بلع اللسان
معي سلم أحيان. هذه من الذكريات الصعبة يعني. صعبة جدا لأنك ما تدري إيش تقول، لا تعرف البلع اللسان كيف يعني فكوا، ولا عندك فكرة أصلا عن بلع اللسان و بدايته يعني في الموقف أي كان. عشان تتحدث عن الموقف نفسه. في موقف اللي في مع نادي الرياض هذا برضو حق احنا في الأردن نقول بطولة عربية في الملعب، طبعا حراسات وفي كلاب بوليسية، ومفك البوليسي دخل الملعب مر من قدامي انا طاولة في الملعب، مر من قدامي وراح على طول على الحلوة في الباب. كنت أعلق وكلب البوليس ومفك ودخل، بعدين وجدت نفسي كاني أعلق مباراة، قلت إخوان أنا أسكت أنا إلين شو نهاية هذا الكلب. فعلا الحلوة صرف تصرف كويس، جاي يجري جات أخويا، طبعا كان جنبه محمد القرني في الطرف اللي دخل من الكلب، شارد محمد القرني طلع على الأخويا في الاحتياط، الحلوة جاي يجري في الملعب يسوي زقزاق عشان يلحقوا، كنا نلعب مع المحرك. حمود سلطان قفز الشبك في الجهة الثانية وطلع على المدرج من الخوف من الكلب. حتى صار موقف نفسي يعني، الكلب طبعا تجاز العسكري اللي كان ماسك الكلب وتوسط له الأمير فيصل يفكه. الكلب حبس في قفص وما ينفك. الحلوة صار عنده حالة نفسية وقتها، بس الحمد لله ما طول، صرنا نجيبه قدام القفص شوف الكلب شوف هذا، لأنه طمر عليه الكلب وطرحه في الأرض، كان لابس الكلب ملبس قفازات وكمامة يعني كان ما يقدر يسوي له شيء، وأذاعتها السي إن إن في ليلتها كموقف طريف. كموقف طريف في مباراة كرة قدم. محمد القاضي مع الكرة حاول عد محمد القاضي، وكما تشاهدون احد الكلاب البوليسية انطلق من يد الشخص المسؤول عنه وبدأ يدور في الملعب، مما اضطر الى ايقاف المباراة، وهو الان يحاول الاعتداء على الحلوة. الحلوة هو طبعا احنا عارفين انه اي لاعب ما يصاب بأذى، الكلب هجم هجوم سيء على إبراهيم الحلوة عموما ننتظر ماذا يحصل. قام بالسلام إبراهيم الحلوة، يحيي الجمهور لأنه استطاع أن يساهم أيضا إبراهيم. أستاذ يحيى، علقت أيضا على مباريات أو ألعاب القوة، يمكن أول تعليق رياضي عليها، كنت أنت أول مذيع يعلق عليها؟ أنا أعد أول واحد علق على بطولة ألعاب قوة، وقيمت في الطائف بطولة الأمير فهد بن سلطان، طبعا هو كان يوم من الأيام رئيس اتحاد ألعاب القوى، وعلقنا على هذه البطولة والحمد لله يعني لقت تعليق صدى طيب عند المتابعين والآخرين يعني. بعدها طبعا ما أنكر أنا كمان فضل الأمير نواف بن محمد، يعني هو اللي طلب أعلق على بطولة الأمير فهد بن سلمان في الشرقية، بطولة خليج أظنها، وعلقت عليها والحمد لله يعني كل صرت أي بطولة ألعاب قوى يتصلوا بي وأطلع وعلق عليها، سواء الأمير نواف طبعا عن طريق خالد الدلاك على اعتبار أنه كان أمين الاتحاد يعني في تلك الفترة يعني. ما علقت على مصارعة حرة أو ما عرض عليك؟ لا، مصارعة حرة هي مي مصارعة، قيم في الطائف زي التليماتش ألعاب صغيرة، وجاء حمد الراشد يعلق عليها، جابوا حمد الراشد الله يرحمه يعلق عليها، وكنت أجلس معاه أنا اللي سوي له المقدمة وأقدمه هو ويكمل. بعدين يوم من الأيام ترك الألعاب وكملت أنا، كملت الألعاب الصغيرة هذه معاهم في التليماتش علقت عليها اللي كانت تطلع على القناة، كانت تنقل على الهواء، كان خالد الدوس. تحصل لك مواقف فيها مواقف؟ لا والله ما هي مذيك المواقف، على اعتبار انها ألعاب ممكن تقول تمشي يعني. ايش لك مواقف وذكريات مع بعض الشخصيات الإذاعية او التلفزيونية؟ الحمد لله ما في يعني ذكرى لها صداها القوي يعني. هي الذكرى الجميلة كانت في بطولة
البطولة الإسلامية اللي استضافتها المملكة واخذنا الدرع حقه البطولة، وكانوا حقين ألعاب القوى برئاسة طبعا سمو الأمين نواف قدموا البطولة، يعني قدموا اللاعبين في البطولة ذيك جهد غير عادي، وهم اللي رفعوا أسهم المملكة في النقاط. جميل. وبعد نهاية المباريات من فرحتهم أسفل في البطولة والدرع البطولة الإسلامية قاعدوا يلعبوا، فكانت يوم جميل يعني، وإحنا على الهواء الكلام هذا كله كنا نتكلم عنه على الهواء. كان الأمير مسوي مخيام في الليل، عشاء وعروض شعبية وجلسات يعني للشباب، كانت جميلة لها تأثيرها النفسي على أعضاء الدول الإسلامية والعرب اللي مشاركين في البطولة يعني، كان لها صداها الجيد في أنفسهم يعني. أبو بدر، هل حصل خلاف بينك وبين لجنة المعلقين؟ ما أتذكر أنه حصل خلاف يعني. كان في خلاف بينك وبينهم معين؟ لا لا، خلافات ما صار خلاف. يعني أبدا ما يصير أصلا، حتى لو هناك خلاف خلافات زاهد قدسي الله يرحمه ويغفر له لبق جدا ترى يعني، الرجل قريب من الكل يعني، كلمتين كذا ويضيع كل الأمور يعني. أنت ابتعدت عن التعليق بهدوء، ليش؟ وش اللي صار؟ والله هذا سؤال نعتبره جيد يعني. هو ما ابتعدت بهدوء، احنا أبعدنا بهدوء يعني. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا ومحمد الفايز غازي صدقة يعني مجموعة ركننا، كان في توجه في التلفزيون أو في بعض القائمين على التلفزيون إنه يبعد هؤلاء الأشخاص. إيش الأسباب؟ ما في سبب، ما ذكر سبب ولا شيء، فأبعدنا مجموعتنا. حتى معالي المستشار حاول يعيد بعض الزملاء للتعليق في الفترة اللي تولى فيها موضوع رعاية الشباب وقتها، وعاد غازي وناصر الأحمد والبكر كل منهم علق واحدة مباراة وقفل عليهم أيضا. توجه أو فكر الموجودين على رأس العمل في التلفزيون ما يتفق مع الأصوات القديمة والفكر القديم، يبحثون عن الجديد، والجديد شو يعني؟ تلاحظ أنت مرتكز على شيئين، الصراخ والمدح الزايد بس، وهذا ما وجدوه في الجيل السابق، في اتزان الجيل السابق في حتى المدح في حدود يعني، لأنه عارف أنه أي كلمة زيادة اللاعب مدح قد يعني تنعكس سلبا على اللاعب، وهذا ما نعاني منه الآن. كل لاعب مدحوا فيه خلوه بليه العالم، وفي الأخير يهبط مستوى ما يقدم لك ولا شيء. هذه مشكلتنا يعني، المبالغة. ولا كان لك رغبة بالعودة يعني من خلال؟ والله لا، الآن خلاص وصلنا من السن ما عاد عندنا شو اسمه، مو ما عندنا جلد، ممكن نعود لكنه ما عاد هي محرزة. بعدين على فكرة عشان تعرف بس ويعرف المشاهد الكريم، كنا المعلقين في السابق ناخذ 600 ريال على المباراة، 600 ريال في الفترة الأخيرة، عقود من 20 و30 ألف و35 ألف وغير وأكثر وأكثر على قولك. وين المقارنات؟ إحنا عشان أبو 600 مشونا وجابوا الناس اللي بعقود الكبيرة يعني. طبعا هدمت لجنة المعلقين من متى؟ لما طلبوا من الأمير سلطان التلفزيون، طلبوا من الأمير سلطان بنقل اللجنة للتلفزيون، انتهت اللجنة. هي كانت وين؟ كانت تتبع رعاية الشباب. رعاية الشباب. يعني وزارة الرياضة الآن. أنت ترى أن المفترض أنها لم تنقل للتلفزيون؟ أنا رأيي لأنه كانت رعاية الشباب، قلت لك أنا في البداية تعطيهم انتداب وسكن وعاشة، توفر لهم كل شيء. الآن أغلب المباريات تعلق من الاستديو، ما هي من الملعب يعني مباشر. من يعجبك من المعلقين اليوم؟ لا تحرجني بصريح العبارة، ما في يعني، حتى لو قلت يعني فهد أو عبد الله الحربي أو كلهم يعني بالنسبة لي ما يروقون لي. قد يكون يروقون لي كثير من الناس. ليش ما يروقون لك؟
ما في ملاحظات يعني كثير على بعض المعلقين. الجمهور يحب يمكن هذا الأسلوب أو يحب يمكن هم فرضوه على الجمهور، هم فرضوه على الجمهور. أنت تتابع تويتر أحيانا بعض المباراة، والله أنا تفرجت المباراة بدون صوت، والله أنا عملت كذا، يعني البعض يخفض الصوت عشان لا خاصة إذا كمان بعض المعلقين ظهرت ميول زيادة، قد لا تكون ميول يعني ظهر انحيازه لفريق ضد الفريق الآخر، يقول لك والله وطيت الصوت ما شفت لاحظ أنت في تويتر بعد كل مباراة تجد من يعلق على هذا الجانب. طبعا رضا الناس غاية لا تدرك يعني يعني اللي يعجبني أنا اللي أو اللي أنا ما ماني معجب فيه قد يعجب غيري يعني كثير يعني. وفي كل إيش له إذن سميها يعني. من اللاعب اللي يعجبك في الملعب وتعلق عليه ونختم ب يعني تعليق بصوتك؟ لاعب معروف يعني لو قلته هيزعل علي ناس كثير. محمد نور. محمد نور. إيه هذا لاعب غير عادي. طبعا في الصف اللي قبله ماجد. لكن محمد نور لاعب لا يعلى عليه. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء أبو بدر، ودنا نختم معك بصوتك بأي شيء تذكره من يعني تجربتك، تعليق على حدث، تعليق في ذاكرتك لا زال حاضر. والله ما في شيء يعني بعينه، لكن نقول المقدمة اللي دائما نقولها يعني مقدمة المباراة يعني بس هذه. وقبل المقدمة أنا أشكرك جزيل الشكر على ظهورك معنا المعلق القدير. شكرا لكم أنتم يعني على استضافتي وتحملي كل هذا الوقت. الله يطول عمرك. ننهي بصوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم أجمل تحية، ونحن ننقل لكم هذا اللقاء بين من تبغانا نقول مين. بكرة في مباراة بس ما أدري متى حتذاع، بس خلاص يكفيكم هذا. شكرا لكم. شكرا جزيلا معلق القدير أستاذ يحيى اليامي.